مرحيم اليوم في إطار الدينامية ديال الشبيبة التجمعية كان هذا اللقاء اللي هو عبارة عن المنتدى الإقليمي للشبيبة التجمعية بإقليم زكنيت ملو، واللي كيدخل يعني في واحد مجموعة من البرامج اللي كديرها الشبيبة ولا الفيدرالية ديال الشبيبة الوطنية. اليوم كما شفتوا نتناقش واحد الموضوع اللي هو مهم جدا، موضوع اجتماعي 100%، موضوع اللي صراحة خرج الوجود بعد يعني طول انتظار. اليوم الحمد لله بفضل سياسة جلالة الملك وبفضل التنزيل الحكومي استطعنا أننا نشوفوا هذا المشروع خرج الوجود، يعني ابتداء إن شاء الله من الأسبوع المقبل المواطن المغربي اللي دخل في الخانة ديال المستفيدين من اللي غادي يلقى راسو كيستافد من هذه المنحة وهذا الدعم. ربما هذا الشيء غادي يكون جواب على التساؤلات اللي كانوا كيطرحوها المواطنين موازاة مع البرنامج اللي كنوضعوا الحزب ديالنا. كنحاولوا من خلال هذه اللقاءات نوصلوا لهم العمل اللي كدير الحكومه، العمل اللي كيديروا المجالس، وكذلك الاقاليم وحتى الجهات. اكيد بان مثل هذه المنتديات كيلعبوا دور باش يكونوا الناس عندهم واحد الحين ديال المعلومات. كاين عمل جبار كيدير على مستوى الحكومه، ولكن بعض المرات ما كيتوصلش المعلومه بالطريقه الصائبه للمواطن. هذه المنتديات بهذا الشكل كتقدر تكون واحد صله وصل بين المركز وكذلك المدن والاقاليم. نتمنى ان نكونوا قد توفقنا في هذا المنتدى ووصلنا ما اقصى ما يمكن من المعلومات ونطمنا المواطن وزرعنا الامل، لان كنقول دائما العمل والامل هما صفتين لا يفترقان، لا امل بدون عمل ولا عمل بدون امل. نتمنى ان المواطن يخذ الثقه ديالنا، ما صار ثقه بادي مستمر، كاين امل كاين عمل كبير في انتظار ان في السنوات ولا في السنه ديال 24 تكون مجموعه الاوراش خرجت الارض الواقع، نكون استجبنا لمجموعه الحاجات للمواطن اللي داخله في مسار اعتقالي، هي الصحه، التعليم، التشغيل. اليوم الحمايه الاجتماعيه اللي غتبدا في 2024 هذا ورش كبير، ورش كيشرف عليه صاحب الجلاله نصره الله، الحكومه بجميع المكونات ديالها التحالف كيشتغلوا. هذا التنزيل ديال هذه البرامج وديال الالتزامات على مستوى الجهات والاقاليم والمدن غادي في الطريق الصحيح. نتمنى ان في الايام القليله المقبله تبان جميع هذه البرامج على ارض الواقع لطمانات المواطن اكثر واكثر، وان بلادنا بخير رغم الاكراهات رغم المشاكل. بلادنا بخير، المغرب بخير والخير تحت القياده الساميه لصاحب الجلاله نصره الله. ولكن هذه الحكومه كان ممكن في ظل هذه الظروف اللي هي صعبه، الظروف ديال ما بعد الجائحه، الظروف ديال الحرب، الظروف ديال 5 سنين ديال الجفاف ديال انحصار الامطار، كان ممكن انها تجي عند المغاربه وتعطي هذه الدرائع باش انها تنصم الالتزامات الكبيره ديالها المتعلقه بالاصلاح ديال التعليم، بالاصلاح ديال الصحه، بالاصلاح ديال القطاع ديال التشغيل، وكذلك بعدم تفعيل الورش ديال الحمايه الاجتماعيه. ولكن نظرا لان هذه الحكومه حكومه اللي فيها كفاءات حقيقيه، ونظرا لان الحكومه الاجتماعيه رقم واحد في التاريخ ديال بلادنا، الاحزاب اللي كانت دائما كتدعي بانها احزاب اجتماعيه وانها تحمل هذه الدوله الاجتماعيه في الادين ديالها، لم تستطع ان تفعل ولو جزء بسيط من ما كتقوم به هذه الحكومه. اليوم كنشوفوا البيانات، كنشوفوا التحالفات ديال احزاب يسار اللي كتحاول انها تحفظ هذا الورش ديال الحمايه الاجتماعيه وديروا فوند كوميرس وديروا مجال ديال المزايده السياسيه. هذه الحكومه لم تختار منطق شعارات، لم تختار منطق ديال الاستفراد. هذا ورش ديال سيدنا الله ينصرو، هذا ورش ديال جميع الاحزاب الوطنيه اللي باغا دير يديها معنا. كنحييو الاحزاب المعارضه اللي جات البرلمان وصوتت بالاجماع على جميع القوانين المتعلقه بورش الدوله الاجتماعيه، ولكن اليوم هذه فرصه باش ناكدوا بكل اعتزاز وافتخار ان هذه الحكومه هي الحكومه الوحيده في تاريخ بلادنا اللي استطاعت انها تدمج جميع المغاربه في التغطيه الصحيه، انها توفر جميع الامكانيات اللوجستيكيه والقانونيه باش انها تفعل الورش ديال الدعم الاجتماعي المباشر اللي في نهايه هذا الشهر نهايه دجنبير ملايين الاسر المغربيه غادي تستافد من تحويلات ديال الدعم الاجتماعي المباشر ادناها 500 درهم وتقدر توصل حتى ل 1900 درهم. اليوم القطاع ديال التعليم
واخد الطريق ديالو للحل بفضل اولا الحنكه وبفضل التواصل بفضل اليد الممدوده وبفضل النيه الحسنه وبفضل ان الغايه الاولى علاش حلينا هذا الملف هو انتصار للنساء ورجال التعليم. الحكومه مستعده كانت مستعده تقدم جميع التنازلات اللي هي ماشي خساره في النساء ورجال التعليم. اليوم نتحدث على عشرات الملايير من الدراهم اللي غادي تكلفها الزيادات في الاجور اللي غيكلفها الحل ديال الملفات الفئويه اللي عمرات الازياد من 30 سنه. ولكن إذا كان غادي تسجل هذه الحكومه خصها تسجل ليها الشجاعه وخصها تسجل ليها اولا انها حلت هذه الملفات وان هذه خطوه اولى في الاصلاح. مازال جايين المناهج التربويه وجايين لاصلاح البنيه التربويه باش تكون عندنا مدرسه عموميه اللي كتلعب يعني الدور ديالها الحقيقي.